السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم دفعة حياة؟ أنا زميلكم أنس، راح أكون معكم اليوم في شرح المحاضرة الثالثة من النيرفس سيستم. تمام، نبلش. البيزل جانجليا، السيربيلم، الثرمس والهايبوثرمس. أول شيء نحكي عن البيزل نوكليا أو البيزل جانجليا اللي هو الاسم الثاني لها. إيش البيزل نوكليا أو البيزل جانجليا؟ مرت معنا في المحاضرات السابقة أنها عبارة عن تجمع او نقطه زي نقطه من الجراي ماتر، بتكون من ضمن الوايت ماتر، بتكون في الكور تبع البرين. فهي كونسيست اوف سيفرال ماسز اوف جراي ماتر لوكيتد ديب وذين ذا سيربرال وايت ماتر. تمام. ان ذا سنترال نيرفس سيستم ا نوكليوس اللي هو البلورا او النوكليا از ا فانكشنال جروب اوف نيورون سيل بوديز. ايش هي النوكليوس في السنترال نيرفس سيستم؟ بس يقول لك نوكليوس، بدك تفهم ان النوكليوس يعني تجمع او كلاسترز من ايش، من السيل بوديز متجمعين مع بعض. تمام. في عندك البيزل النوكليه بلاي ان امبورتنت انهبيتوري رول ان موتور كنترول. ايش دور البيزل النوكليه؟ البيزل النوكليه هي بتعمل لي زي انهبيشن، بتلعب دور في انها تعمل لي انهبيشن للموتور كنترول بيطلع عندك من ايش السنترال نيرفس سيستم، او تعمل لي موديفيكيشن على الاشارات بتطلع من البرايمري موتور كورتكس. كيف الامبورتنس تبعهم؟ انهبيتنج الماسل تون. ايش هو الماسل تون؟ ايش هو الماسل تون؟ الماسل تون هو التنشن اللي بيصير في المسل. فالبيزل نوكلياي، فانت بس تعمل كونتراكشن مثلا في المصل، في حركات ما بدك اياها وما بدك كونتراكشن زياده او بدك كونتراكشن محدد توقف عليه، فما بيعمل لك هالوظيفه البيزل نوكليا بانها تعمل لك توقف لك الكونتراكشن الزياده عن الحد واللي ما بدك اياه throughout the body. A proper muscle tone is normally maintained by balance of excitatory will inhibitory impulse to the neurons that innervate the skeletal muscle. ايش يعني؟ يعني هسا ال المسل تون الكونتراكشن المسل بيتحكم فيه اشارات، في اشارات بتحفزه وفي اشارات بتضبطه. الاشارات اللي بتضبطه والاشارات بتحفزه تعاونوا مع بعض عشان يطلعوا لي الكونتراكشن اللي بدي اياه، مش كونتراكشن غير هيك يعني ما بفيدني. فالاكسيتور التحفيز للمسل تون بيتم عن طريق اشي بالسيربيلم، والانهيبيشن تبعه بيصير عن طريق ايش البيزل نوكليا. Selecting and maintaining purposeful motor activity while suppressing the useless. كلهم طبعا هذول نقاط بندرج تحت مفهوم الـ inhibitory role in the motor. كيف inhibitory role شو فايدته؟ انه يعمل لك ايش؟ حركة بدك اياها، يعني انك تعمل contraction وتوصل عند حد بدك اياه، تعمل لك الحركة المفيدة بدون ما يزيد الـ contraction بدون ما يقل الـ contraction by suppressing the useless or unwanted pattern of movement. يعني نفس المفهوم. Helping monitor and coordinate slow sustained contraction especially those related to posture and support. هس انت في حالة بس تكون واقف المسلس تبعونك بيكونوا في حالة contraction، بيكونوا في حالة contraction محدد. هذا contraction المحدد مين بضبط لي؟ البيزل النوكليا، عن طريق انها تعمل inhibition للمسل عن طريق الدور تبعها في inhibition motor control. The basal nuclei do not directly influence the efferent motor neurons but act by modifying ongoing activity in motor pathway. ايش يعني؟ هسا ال basal nuclei مثلا بتكون هنا، وفي عندك ال basal nuclei do not directly influence the efferent motor neurons but act. تمام. ففي عندك ال basal nuclei، فبكون عندك efferent fibers هيك، هذول efferent fibers حاملين اشارات، هاي الاشارات رايحه المكان بدونها، بكون عندك البيزل النوكليا هون بتكون ايش مع زي الجري ماتر غامقه، فهي ما بتاثر على طول على الاشارات، لا بكون في عندك كومبلكس مترابطين مع بعض هيك، الاشاره بتمر من خلالهم بصير عليه موديفاينج للاشارات وبتطلع عندك وبعطيني الاشاره اللي بدي اياها. The basal nuclei play an important inhibitory role in motor control. To accomplish these complex integrative roles, the basal nuclei receives and send out a large volume of information as is indicated by the terminus number of fibers linking them to other regions of the brain. يعني كيف تشتغل بيزل نوكلياي؟ بتشتغل عن طريق مجموعة، ما بتشتغل لحالها، بتشتغل مثلا مع أماكن تانية من البرين مربوطين مع بعض عن طريق الفايبرز، بيعملوا لي موديفاينج للإشارة اللي طالع عندك عشان تطلع أحسن إشارة عشان يصير عندك إيش purposeful activity اللي بدك إياها. One important pathway، هذا بدي أقول لك هنا عن واحد من الكومبلكس الموجودة في الدماغ اللي بتعمل لك تعديل على الإشارات، اللي هو strategic interconnection that forms a complex feedback loop. شو الفيدباك لوب؟ يعني يا بزيده يا بنقصه، يا بعمله بوزيتيف يا بعمله نيجاتيف، يا بعمله بوزيتيف يعني بزوده يا بعمله نيجاتيف يعني بعمله موديليتنج او انهيبيشن، لينكينج ذا موتور ريجنز اوف ذا سيربرال كورتكس. فالسيربرال كورتكس بيطلع منها اشاره
linking the cerebral cortex والبيزل نوكليا والثرمس. ففي عندك من هنا بيطلع إشارة مع البيزل نوكليا والثرمس بتعاونوا مع بعض عشان يعدوا لك على الإشارة الطالعة من البرايمري موتور ريجن برايمري موتور كورتكس من البرين ويعمل لك الاكتيفيتي اللي بدك اياها. The thalamus positively reinforces, الثرمس وظيفتها تعمل reinforces voluntary motor behavior, يعني تقريبا عكس البيزل نوكليا, والبيزل نوكليا بتعمل لي modulating. فهذول الاثنين بتعاونوا مع بعض, واحد inhibition واحد excitation, وبطلعوا لي الاشاره بدي اياها عشان تعمل لي الاكتيفيتي اللي بدي اياها. في عندك الباركنسون ديزيز. ايش هو الباركنسون ديزيز؟ بس يصير في عندك خلل في البيزل نوكليا او الجراي ماتر الموجود في الكور تبع الليبرال الموجود في الوايت ماتر, بيجي عندك الباركنسون ديزيز. The importance of the basal nuclei in motor control is evident in Parkinson's disease. يعني اهميه البيزل نوكليا تتضح في المرضى اللي عنده باركنسون ديزيز. هذا بتشوف واحد عنده باركنسون ديزيز بتقول الحمد لله انه البيزل نوكليا عندي ما فيه شيء. فthe condition is associated with the gradual destruction of neurons that release the neurotransmitter dopamine in the basal nuclei. فالبيزل نوكليا كيف تشتغل؟ تشتغل على إشارات. إيش الإشارات؟ إيش الإشارات؟ إيش الإشارات بتوصلها عن طريق النيورونز؟ إيش النيورونز هذا بيعملك releasing للنيوروترانسميتر اسمه الدوبامين. هاي النيورونز إيش بيصير فيها؟ بيصير فيها تدمير. فبيبطل في releasing للدوبامين, بيبطل في بيبطل تشتغل بيزل نوكليا, بتبطل تشتغل, بيبطل في modifying على الإشارات اللي بتطلع من الماتور كورتكس. فبيصير في عندك خلل في الفولنتري أو الفولنتري activity اللي بتعمله. three types of motor disturbance characterized, يعني ايش هي الاعراض او symptoms المصاحبه للباركنسون ديزيز. بشوف في عندك rigidity hypertonia. فمش قلنا انه البيزل نوكليا تعمل inhibition للمسل تون, هسه هون بصير في عندك ما في عندك inhibition للمسل تون, فبصير في عندك rigidity يعني بتصير تعمل contraction زياده عن حالك. برضه بصير في عندك resting ترومرز. ايش هو ريستنج ترومرز؟ يعني ريستنج يعني في حاله السكون, وترومرز زي بتقدر تقول رجفه او حركه ما لها داعي. انفولنتري يوزليس اور انوونتد موفمنتس. ليش؟ لانه ما في عندك انهيبيشن للمسل تون, فالعضلات بتكون في حاله كونتراكشن دائما. فبصير في عندك ريستنج ترومرز يعني بصير في عندك رجفان في حاله السكون. في عندك سلونس ان انيشيتنج اند كارينج اوت ديفرنت موتور بيهيفيرز. ليش يا اخوان؟ لانه البيزل نوكلياي هي تعتبر جزء من الكومبلكس اللي بيعدلي على الاشارات الموتور اوتبوتس اللي بتطلع من الدماغ. فبصير خرب البيزل نوكلياكس لانه خرب جزء من هذا المعقد. فبصير في عندك خلل في الاشارات اللي بتطلع, وبصير عندك كل الاعراض اللي هون. فبصير في عندك سلونس يعني الاشارات بتبطل تطلع زي ما كانت من اول, لانه طبعا الشيء خرب من المعقد. سلونس ان انيشيتنج اند كارينج اوت, بتبطل الاشارات بتبطل تطلع بسرعة وتوصل المكان اللي بدك إياه بسرعة. The standard treatment, شو التريتمنت؟ هذا التريتمنت هسه عم بقول لي نعطيه دوبامين بدل الدوبامين اللي بيخسره. هسه الدوبامين مادة ما بتعبر البلد برين بارير, فبدي أجيب بديل عنها, إشي بعبر البلد برين بارير اسمه الالدوبا. الالدوبا هاي إيش معناها؟ precursor of دوبامين, يعني إشي جاي من دوبامين أو إله دخل بالدوبامين, بعبر لي البلد برين بارير. ببر البلد برين بارير. فالدوبامين itself cannot be given because it's unable to cross the blood brain barrier, but L-DOPA can enter the brain from the blood brain barrier. The thalamus is a sensory relay station and is important in motor control. هسا الثرمس أخذته عنها في ال central nervous system في المحاضرة الثانية, وأخذته إنه لا دخل بالإحساسات أو في الإحساسات البسيطة زي الهيت, بتحس إذا إشي ساخن أو حار أو إشي smooth أو rigid. وبرضه الثرمس له اهميه في انه كل السنسوري انبوت اللي بدخل على السوماتو سنسوري كورتكس او الاماكن الثانيه بتحس منها وين بمر, لازم يمر في الثرمس. الثرمس ايش بتعمل؟ فعشان هيك بسموها ايش؟ الريلاي ستيشن. الريلاي ستيشن لايش؟ للسنسوري انبوت. تمام. وهي كمان الثرمس ايش بتعمل لك؟ بتوزع لك السنسوري انبوت على المكان المناسب لها عشان يصير له بروسيسنج واحس فيه. شو اهمية الثرمس كمان؟ الثرمس بس توصلها الاشارات هي اللي بتحدد كل اشارة وين تروح للمكان المناسب لها في الدماغ, والاشارات المهمة بتعملها ترمينيشن يعني بتنهيها, ما بتخليها تعبر وما بحس فيها. اذا انا ما تكون مركز باشي واحد يجي يدزك, هسا الثرمس بتكون مركزة على اشي, وهي الدزة بتوصل للثرمس بس ما بتوصل للاماكن في الدماغ العليا في الدماغ عشان تحس هاي الدزة, فما بتحس فيها. Deep within the brain near the basal nuclei. البيزل نوكليا بتكون في الكور تبع البرين, والثرمس برضو بتكون تبع في الكور تبع البرين.
is the diencephalon a midline structure that forms the wall of the third ventricles. فايش يعني؟ بقول لك هون الداينسيفالون هو ميدلاين ستراكشر موجود في الميدلاين تبع الدماغ. حسب الميدلاين هو الخط الوهمي اللي بقسم لك الجسم ليمين ويسار. فايش في بالنص تبع جزء ايش في الميدلاين؟ في عندك الداينسيفالون وفي عندك فينتريكلز في الدماغ. في عندك اربع فينتريكلز، في عندك فينتريكل اول وثاني وتحتهم الثالث والرابع بيكون تحت، وهذول بيكونوا معبئين في ايش؟ في السيربرو سباينال فلويد. بقول لك ان الثيرد فينتريكلز الوالز تبعهم متشكلين من الداينسيفالون الثرماس والهايبوثرماس. شغلات اناتومي بتهمش كتير. الداينسيفالون اللي هو الثرمس والهايبوثرمس. خلاص انا شرح عن الثرمس، نعيد الحكي اللي حكيناه. The thalamus serves as the relay station for the preliminary processing of sensory input. All sensory input synapses in the thalamus. كل sensory input تدخل للثرمس. الثرمس are on their way to the cortex. في طريقهم للكورتكس لازم تكون في ايش؟ في الثرمس. The thalamus screens out insignificant signals. الإشارات المش مهمة بتعمل إيش؟ termination. And routes the important sensory impulses. الأشياء المهمة بتوديها لإيش؟ لل appropriate areas of the somatosensory cortex and the other regions of the brain. Along with the brain stem and the cortical association areas, the thalamus helps direct attention to the stimuli of interest. يعني بتغليك مركز على إشي زيها زي the brain stem وال cortical associations. أخذته إنه في البرين ستيم في الريتيكولار فورميشن والريتيكولار اكتيفيتنج سنتر، هذول برضو بيساعدوني على ايش؟ الدايركت اتنشن. برضو بتعامل مع الثرمس والكورتيكال اسوسيشن وبيعملوا لي ايش؟ الدايركت اتنشن، بيوجهوا لك تركيز على ايش معين. It plays an important role in motor control by positively reinforcing voluntary motor behavior. هاي نفس النقطة اللي قرناها فوق وقلنا في واحد بيعمل موديليتنج للموتور اوتبوت، واحد بيعمل reinforcing the voluntary motor behavior. في عندك اللوكيشن اوف ذا ثالاموس والهايبوثالاموس ار سيربيلم ان ذا ساجيتال سيكشن. هاي شغلات انا برضه بتهمناش، لا تركزوش عليها كثير. ففي عندك الهايبوثالاموس ريجوليتس الماني هوميوستاتيك فانكشن. هسه نحكي عن الهايبوثالاموس، حكينا عن الثالاموس خلصنا المواضيع تبعتها. هسه نحكي عن الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس اغلب الوظائف تبعتها بتقدر تربطها مع ايش؟ مع الهوميوستاسيس. فاللي هو ايش؟ maintaining internal environment constant. فاغلب وظائفها لها دخل بالهوميوستاسيس، فالها هوميوستاتيك فانكشن. ذا هايبو والها دخل ب فايش هي الهايبوثالاموس؟ الهايبوثالاموس عباره عن ستراكشر بيكون زي هيك، بيكون زي هيك ونازل منه طالع منه فايبرز، وهاي الفايبرز وهون بيكون عندك ايش؟ سيل بوديز والنوكليوس. هاي الفايبرز واصله مع ايش؟ مع البيتويتري جلاندز او مع الجلاندز، فهي تعتبر ايش؟ زي ايش؟ زي اللينك بين الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو السيمباتيك والباراسيمباتيك نيرفس سيستم وبين الجلاندز اللي بتفرز لي الهرمونات. في عندك الهايبوثالاموس ريجوليتس ماني هوميوستاتيك فانكشن. ذا هايبوثالاموس از ا كولكشن اوف ا سبيسيفيك نوكلياي اند اسوسييتد فايبرز ذات لاي بينيث ذا ثالاموس. بتكون ايش؟ مالها موجوده تحت الثالاموس من اسمها هايبوثالاموس. It is an integrating center for many important homeostatic function. إذا دخل في الهوميوستاسيس and is important link link between إيش؟ الأوتوميك نيرفس سيستم والإندوكراين سيستم اللي هو تحديداً الفايبرز اللي طلع من الهايبوثالاموس بتكون وصلت لي مع إيش؟ مع البيتويتري جلاند مع البيتويتري جلاند البوستيرو وانتيرو بيتويتري جلاند. The hypothalamus هسنشرح عن الوظائف تبع الهايبوثالاموس. Controls the body temperature اللي دخل في الهوميوستاسيس. Thirst and urine input برضو يدخل في الهوميوستاسيس البادي فلويدز. فود انتيك تعتمد الغرائز. كنترولز الفود انتيك بتخليك الجوع. كنترولز هون في عندك كنترولز الانتيير بتويتري هرمون سيكريشن. produces the posterior pituitary hormone secretion. أنا دخل في الجلانس بتحكم في إفرازات الجلانس. هسا كيف تربطوها؟ هسا هي بتعمل producing للposterior pituitary hormones وبتعمل controlling للانتير. ففي فرق بين controlling و producing. Control the uterine contraction والmilk ejection بتتحكم لي في الانقباض تبع الرحم عن طريق الافراز الجلانز الهرمونات. والmilk ejection اللي هو بس في حال الخروج الحليب والرضاعة. في عندك serves as a major autonomic nervous system coordinating center بنظم لك عمل الautonomic nervous system. يعني زي كأنه بتقدر تقول وسيط بين الautonomic nervous system والجلانز. فهو يعني ايش بيعملوا؟ بينسق بين الاوتوميك نيرفس سيستم والجلانز. which in return affects all smooth muscle. الاوتوميك نيرفس سيستم بيأثر لك fight or flight و arrest and digest. يعني الاشياء اللا ارادية مش الفولنتري. smooth muscle, cardiac muscle والاكزوكراين جلانز. it plays a role in emotional and behavioral pattern part of the limbic system. حس الهايبوثالاموس والثالاموس في عندك ست اجزاء من الهايبوثالاموس.
هسه راح ناخذ عنه. في له 6 اجزاء، من اجزائهم الهايبوثالاموس والثالاموس. فالهايبوثالاموس اللي دخل في الايموشنال والبيهيفيرال باترن، وبارتيسيبيس ان ذا سليب ويك سايكل اللي دخل في بتنظم النوم، يعني بتنظم النوم بشكل عام. ففي عندك الهايبوثالاموس ريجوليتس ماني هوميوستاتيك فانكشن. الهايبوثالاموس از ذا برين اريا موست انفولد ان دايركتلي ريجوليتنج ان انترنال انفايرمنت كونستنت، اللي هو نفسه الهوميوستاسيس. For example, when the body is cold, يعني إلو دخل في controls the body temperature, hypothalamus initiates internal response to increase the heat production, such as the shivering, اللي هو زي لما ترج جسمك إيش بيعمل، بنتج حرارة، الرجفان بنتج حرارة، فبدفي الجسم. And to decrease the heat loss, such as the constricting the skin blood vessel, بس تعمل constriction blood vessel بتقل الدم الواصل، بتقل الدم اللي بنتجر. فبقل فقدان الدم لإيش؟ للحرارة. To reduce the flow of the warm blood vessel to the surface where heat could be lost to the external environment. في عندك الإيموشن والبيهيفير والموتيفيشن. The limbic system, إيش هو limbic system؟ The limbic system is not a separate structure but a functional system consisting of a ring of four brain structures that surround the brain stem and are interconnected by intricate neuron pathways. عبارة عن مجموعة من الـ structures موجودة في الدماغ موصول بينها عن طريق إيش؟ عن طريق neurons. هذا المختصر المفيد. It includes portion of each of the following. يعني تتضمن أجزاء الـ limbic system. The lobes of the cerebral cortex. بشلي الـ limbic association cortex اللي أخذته في المحاضرة الثانية. في عندك البيزل نوكليا. في عندك الثالاموس. في عندك الهايبوثالاموس. في عندك الـ complex interaction network is associated with emotion, basic behavioral pattern, motivation, learning and memory. يعني هاي من وظائف الليمبيك سيستم. شو وظائف الليمبيك سيستم؟ الليمبيك سيستم شو وظائفه؟ اخذته انه الليمبيك اسوسيشن كورتكس اللي دخل بالايموشنز واللي دخل بالموتيفيشن ودخل بالميموري. والليمبيك سيستم والليمبيك اسوسيشن كورتكس جزء من الليمبيك سيستم. والليمبيك سيستم فالوظائف تبع الليمبيك اسوسيشن كورتكس راح يكون من وظائف الليمبيك سيستم. فهذول بالاضافه الى البيزك بيهيفيرال باترن والليرنينج كمان. في عندك neurotransmitters involved in emotion response in emotion. هسا behavior أو emotion أو السلوك تبعك أو كيف أنت بتحس، إيش بتحكم فيه؟ بتحكم فيه مجموعة من الهرمونات بتفرزها الجلاند زي النور نوربين زي الدوبامين والسيروتونين والنوربينفرين. تمام. في عندك هسا نحكي عن السيربيلم اللي هو المخ. حكينا فوق عن السيربيلم، حكينا عن limbic system، هسا نحكي عن السيربيلم. The cerebellum is highly folded baseball sized part of the brain that lies underneath the occipital bone. بكون تحت الاوكسيبيتال او اوكسيبيتال لوب. بكون تحت الاوكسيبيتال لوب of the cortex and is attached to the back of the upper portion of the brain stem. زي ما انتم شايفين هنا في عندك البرين ستيم، في عندك هون upper portion of the brain stem، وفي عندك فوق بيكون ايش؟ الاوكسيبيتال لوب. تحتيها بيكون ايش ماله؟ السيربيلم. برضه شغلات اناتومي ما بيجيش انا. About 4 times as many individual neurons are found. بيقول لك هنا إنه عدد النيورونز الموجودة في السيربيلم بتكون 4 أضعاف النيورونز الموجودة في entire rest of the brain، في أي مكان موجود في الدماغ. ليش؟ هذا بيدلك على إيش؟ هذا بيدلك على إنه السيربيلم له أهمية كبيرة في تنظيم السيارات، في تنظيم الإشارات أو في تنظيم النيرفس سيستم تبعه. About 4 times. The cerebellum is important in balance and in planning and executing voluntary movement. ففي عندك السيربيلم، شو أهمية السيربيلم في البالانس؟ طبعا السيربيلم هسه بتكون من 3 أجزاء، هاي الأجزاء كل جزء له وظيفة. فالبالانس هي من وظيفة الفيستيبولو سيربيلم. هسه بنشوفها. It's important in balance and in planning and executing voluntary movement. فعندك البلانينج والإكسكيوتينج voluntary movement مسؤول عنها جزء، البالانس مفعول عنه جزء، وفي غيرها من الوظائف مسؤول عنها كل أجزاء. The cerebellum consists of 3 functioning distinct parts with different roles concerned the primary with subconscious control of the motor activity. فالتنظيم اللا إرادي اللي بيصير، فأنت مثلا بدك تمشي، أنت بتقرر أنك تمشي، بس عملية المشي تبعتك لا إرادية. هاي مين منظمها؟ السيربيلم. أنت بتقرر أنك تأكل، بس أنت بتأكل لا إراديا، يعني ما بتكون مركز مع حالك وأنت بتأكل. فهاي العملية مين منظمها؟ السيربيلم. ففي عندك 3 أجزاء، في عندك الفيستيبولو سيربيلم، في عندك السبانو سيربيلم، وفي عندك السيربرو سيربيلم. من اسمه فيستيبولو سيربيلم، فيستيبولو يعني له دخل في البالانسينج، وله دخل في كنترولز الاي موفمنت. في عندك السبانو سيربيلم، من اسمه قريب من السبانال كورد، ممكن يتشبه الوظائف تبعته مع السبانال كورد.
enhances the muscle tone، يعني عكس مين؟ عكس البيزل نوكلياي. مين بيعمل لك inhibition muscle tone اللي هو البيزل نوكلياي؟ مين بيعمل لك enhancing muscle tone اللي هو spinal cerebellum، and coordinates skilled voluntary movement. فالspinal cerebellum هو يعتبر زي الكوردينيتر، زي المنسق للموفمنت، زي المنسق اللي بيخلي لك الموفمنت ايش مالها سموث اكثر، وبيعمل لك التحول بين الحركات ايش ماله ممكن اكثر. وهو اللي بيعمل لك زي البريدكشن، مثلا انت بتنوي تحرك شيء تعرف انه لازم تحط ايدك على الطاوله مثلا، هو اللي بيخليك، هو اللي بيتوقع انك، هو اللي بيتوقع المكان اللي لازم تحط. هسه بنشوف، هو اللي بيتوقع المكان اللي راح تحط فيه ايدك. The brain region is especially important in ensuring that accurate timing and various muscle contraction to coordinate the movement involving multiple joints. ودخل كمان في توقع الاماكن. The cerebellum plays a role in planning and initiating voluntary activity. ففي عندك ال planning وال executing voluntary movement. فهاي الوظيفة كانت لمين؟ للcerebellum. أما هاي الوظيفة كانت لهون، وفي وظائف زيادة لازم تحفظها كلها تندرج تحت الfunctions تبعون cerebellum. Plays an important role in planning and initiating voluntary activity by providing input to the cerebral motor. ففي عندك cerebellum، كيف تحفظها؟ cerebellum من اسمه cerebellum أقرب إشي على السيربروم، فبيكون اقرب شيء على البرايمري موتور كورتكس، فهو اللي دخل في الانيشيتنج والبلاننج للحركات اللي بدك تعملها، فهو اللي بيعطي اشارات للموتور كورتكس انه بلش حركه. This is also the region that stores the procedure memory. ففي ايش هو البروسيجر ميموري؟ مثلا البروسيجر ميموري، فمثلا ماذا بس تلعب لعبه، الكبسات انت حافظ شو بدك تكسب، مثلا بدك تعمل حركه في اللعبه، الكبسات اللي انت بتكبسها انت حافظها، فهي تعتبر ايش مال procedures memory، انت اشياء حافظها بتعملها لا اراديا. تمام. ففي عندك symptoms of cerebellar disease. هسا نحكي عن cerebellar disease. هسا وظائف السيربيلر سيربيلر حكيناها هون، بس في عندك cerebellar disease هاي الوظائف كلها ايش مالها بتختلف، بس في عندك خلل فيها، والموضوع سهل يعني، احفظ الوظائف تعرف ال disease على الاشياء اللي بتصير في ال disease. Symptoms of cerebellar disease result from loss of three function. بصير في عندك poor balance لأنه vestibular cerebellar خلب. بصير في عندك reduced muscle tone لأنه spinal cerebellar خلب. Perform rapid alternating movements. ليش بصير في عندك هاي؟ برضو لأنه خرب المuscle tone عندك. Inability to perform rapid alternating movement smoothly. بطل في عندك cord لأنه خرب إيش spinal cerebellar. spinal cerebellum هو الكوردينيتور، هو المنسق بين الحركات، هو بيخليك تتحول من حركة إلى أخرى، فهي الوظيفة برضو بتخلي inability to stop and start skeletal muscle action، ما بيصير في عندك excitation لإيش muscle tone quickly which gives rise to intention trauma. لما نقوم مرة تانية، فالpoor balance بتصير زي drunk solarius، يعني زي البحار السكران، تكون زي السكران. بكون في عندك كمان rhythmic oscillating eye movement reduced the muscle tone but no paralysis. paralysis ما بيصير، بس ما يصير، بس يضر عندك the primary motor cortex الجهة اليمين أو اليسار بيصير عندك paralysis. أما بيصير عندك بس يصير في عندك reducing the muscle tone بسبب إنه خرب، بيبطل في عندك contraction كويس للعضلات جسمك، وبتصير غير قادر على إنك تعمل كونتراكشن مناسب، انك مثلا توقف بشكل مناسب في وضع البوستشر مثلا. inability to perform rapid alternating movement smoothly بخرب عندك الكوردينيشن، بخرب عندك التنسيق. inability to stop and start skeletal muscle action quickly which gives rise to an intention tremor. ايش هو الانتنشن تريمر؟ فوق اخذنا الريلاكسنج تريمر اللي هو بس تكون في حاله السكون ايدك بتصير ترج او تعمل حركات ما بدك اياها. هذا ما بيصير في الباركنسون ديزيز، بس تخرب عندك البيزن نوكلياي. اما هون بس يخرب، بس يخرب عندك السيربيلم، يصير في عندك الانتنشن تومر. هسه اربطها انه السيربيلم مسؤول عن ايش؟ مسؤول عنه انه يحفز لي المسل تون، يحفز لي المسل كونتراكشن. فبس يخرب عندك المكان اللي بيعمل لك المسل كونتراكشن بتختل الحركه عندك. تمام. فبتصير بس تعمل كونتراكشن تحرك ايدك، بصير في عندك انتنشن يعني النيه الحركه انك تحرك، وتروما بصير في عندك رجه. فمثلا ما بتوصل للمكان اللي بدك اياه، بالعكس بتوصل بعد المكان او ممكن مرات قبل المكان يعني، او بصير ايدك وانت بتحركها ترج هناك، ايدك وانت ساكن بترج. intention tumor characterized by oscillating to and from movement
of a limb as it approaches its intended destination. ما بتوصل للمكان اللي بدها اياه، لكن بتوصل للمكان حول ما بدها. A person with a cerebral damage who tries to pick up a pencil may overshoot the pencil and then rebound excessively, repeating this to and for a process until it until success is finally achieved. يعني بقول لك انه بس واحد عنده هذا المرض بده يمسك قلم، ايده مثلا ما بتوصل للقلم او بتوصل بعد القلم، فبضله يحركها ورا وقدام ورا وقدام عبين ما يوصل للقلم ويربطه. No tumor is absorbed except in performing intentional activity. شو قصدك؟ يعني هاي الرجفة او هاي المشكلة ما بتصير بس بالintentional activity، يعني بس تحرك ايدك بس يكون في contraction المصل. In contrast to the resting tremor, resting tremor متى بيحدث؟ في حالة relaxation، بيصير في عندك حركات ما بدك اياها في حالة relaxation. Associated with disease of the basal nuclei, most not notably, مش عارف شو هو صراحة بس انسوا اسحب عليه. The cerebellum enhances the muscle tone whereas the basal nuclei inhibit. واحدة بتعزز لي المسل تون، واحدة بتعمل لك انهبيشن المسل تون، مع بعض بيشتغلوا عشان يطلعوا لي احسن contraction بدي اياه. Both function is indirectly modifying the output of the major motor system in the brain. ففي عندك بطلع عندك output بدخلوا في system مع بعض، بصير في عليه ايش؟ بصير في عندك تعديل على الاشارة اللي طالعة من الموتور كورتكس وبطلع عندك الاشارة بدك اياه. The motor command for a particular voluntary activity arises from the motor cortex, but the actual execution of that activity is coordinated subconsciously by these subcortical regions. Motor command for a particular voluntary activity arises from the motor cortex. يعني الموتور output من وين بيطلع؟ بيطلع من motor cortex. بس the execution of that activity يعني انك هسا انت بس تأدي الحركة، انت بيكون بس بدك تأدي حركة، بيطلع عندك اشارة من الموتور كورتكس انك راح تأدي هاي الحركة. بس وانت بتأدي هاي الحركة انت بتعملها لا اراديا، مثل بدك توكل، انت بتقرب بدك توكل، فبطلع اشارات انه بدك توكل، هاي الموتور اكتيفيتي. فبس عملية الاكل نفسها انت بتعملها باللاوعي الا اذا كنت مركز مع حالك يعني، بس انت بالعادة بتعملها لا بدون وعي، بتعملها بدون وعي، فما بتحكم في اللاوعي. قلنا التحكم في اللاوعي مين بيعمله؟ بيعمله السيربيلم اللي هو من من السبكورتيكال ريجنز. تمام. You can voluntarily decide you want to walk but you do not have to consciously think about the specific sequence of movement you have to perform to accomplish this intentional act. Accordingly much voluntary activity is actually involuntary regulated. يعني الاشياء اللي انا بعملها بارادتي الريجوليشن تبعها والسيكونس تبعها اللي بيصير لا إرادي. ونكون خلصنا الجزء الأول من المحاضرة الثالثة. إذا عندكم أسئلة تمام نكمل الجزء الثاني من المحاضرة اللي بيحكي عن الإلكترونسيفالوغرام والسليب. شو الإلكترونسيفالوغرام؟ إلكتروغرام يعني مقياس للإلكتريكال كورنت. وين بدنا نقيس الإلكتريكال كورنت؟ في الإنسيفالو، وتحديدا وين؟ في السيريبرال كورتكس أو في النيوروز الموجودة في السيريبرال كورتكس. تمام. فالإكسترا سيلولار كورنت فلو arising from the electrical activity within the cerebral cortex. يعني الكورنت فلو سريان التيار الكهربائي اللي بيطلع من الالكتريكال اكتيفيتي النشاطية الكهربائية للسيريبرال كورتكس. نقدر نكشف عنه عن طريق ايش؟ عن طريق بليسنج ريكوردينج الكترودز. هذول زي دوائر بنحطه على الجسم حوالين الراس اون سكاب على قشرة الشعر تو بروديوس ا جراف ريكورد نون از الكتروانسيفالوغرام اور الاي اي جي. These brain waves or electroencephalogram. Electroencephalogram بطلع لك إيش اسمه، بطلع لك على الجهاز، هو جهاز زي هيك بطلع لك عليه waves. هذول هم ال brain waves. These brain waves for the most part are not the result of the action potential. فهذول ال brain waves ما بطلعوا بالaction potential. بعد من إيش بطلعوا من post synaptic potential activity. إيش post synaptic potential activity؟ هسا بالحالة الطبيعية ريسك ممبرين بوتنشال تقريبا سالب 70، ممكن يصير له ديبولاريزيشن او ريبولاريزيشن، يعني يصير مثلا سالب 70 مثلا يزيد شوية او ينقص شوية سالب 80 او مثلا سالب 65، فهذا بسميه ايش؟ البوست سينابتيك بوتنشال اكتيفيتي. ممكن يصير له اكسايتيشن، ممكن يصير له انهيبيشن. فالالكترو انسيفالوجرام بيقيس لي
هذا الشيء. تمام. That is excitatory postsynaptic potential أو inhibitory postsynaptic potential. تمام. Electrical activity can always be be recorded from delivering a brain. يعني طالما انه الدماغ عايش بتقدر تطلع له ايش الكتروانسيفالوغرام. تمام. فاذا كان شخص ميت طبعا ما بيكون فيه له ويفز طالع من الدماغ، لان الدماغ اصلا ما بيشتغل، ما فيه ريستنج ميموري بوتنشال، و يعني مش عايش. تمام. ففي عندك الالكتريكال اكتيفيتي كان اولويز بي ريكوردد فروم ا ليفينج برين ايفن ديورينج السليب اند انكونشس. يعني اذا واحد كان مغمى عليه طالما انه دماغه شغال بنقدر نطلع الكتروانسيفالوغرام. اذا كان واحد نايم دماغه شغال نقدر نطلع الكترونسيفالوغرام. But the wave forms vary، يعني شكل الموجة بيختلف حسب الاشي اللي بتعمله. تمام. Depending on the degree of activity of the cerebral cortex، واحد مركز غير عن واحد نايم، الويفز اللي بيطلع من كل واحد غير. تمام. There are five categories of brain waves depending on the mental states، اعتماد على حالة انت فيها. The higher the frequency of the brain wave the faster the brain activity. هسه كل ما زاد الفريكوانسي بتزيد السرعة وبقل الامبليتيود. هسه انا راجع له. تمام. ايش هو الامبليتيود؟ ففي عندك هون مثلا ويف، هذا هو الامبليتيود تبعت الويف. وفي عندك والفريكوانسي اللي هو عدد الموجات في الثانية. فمثلا موجه شكلها هيك غير عن موجه شكلها هيك، هاي عدد الموجات في الثانية بكون فيها اكبر من هاي. طب هون الامبليتيود بتكون اكثر والفريكوانسي بيكون اقل، والسرعه تبعت الاستجابه والسير العمليات بكون ايش ماله اقل. اما هون في عندك فريكوانسي عالي، في عندك amplitude قليل. العلاقة بالamplitude والfrequency علاقة إيش معناها؟ عكسية. تمام. ففي عندك الwave types، في عندك الجاما وتوقع، وفي عندك البيتا، وفي عندك الألفا، وفي عندك الثيتا، وفي عندك الدلتا waves. هسا نشرح كل واحدة منهم. هسا مبدئيا بدك تعرف ترتيبهم حسب الfrequency وحسب الamplitude، بتعرف واحد والتاني عكسه. فحسب الفريكوانسي، على فريكوانسي واللي بحتاجه في العمليات اللي بحتاجه بس اكون مركز كتير وبدي سرعة معلومات وهيك، اللي هو الجاما ويفز، بعديها البيتا ويفز العمليات الاقل بدها تركيز بس اقل تركيز، بعديها الالفا، بعديها الثيتا، بعديها الدلتا. هذا ترتيبهم حسب الفريكوانسي. اما حسب الامبليتيود فاكبر امبليتيود هو طبعا الداتا، الدلتا لانه اقل فريكوانسي، بعديها الثيتا، بعديها الالفا، بعديها البيتا، بعديها الجاما. هسا نشرح عن الجاما. الجاما ويفز بتكون عند الاشخاص اللي عندهم اللي بيكونوا في حالات تركيز كبيره وبيصير في عمليات بروسيسنج في عقلهم حاليا كثيره. تمام. which are تعتبر fastest، حكينا انها fastest و smallest amplitude بينهم. fastest ليش؟ لانه لها اعلى frequency، و smallest amplitude العلاقه لانه زي ما ورجيناكم فوق كل ما قلت الامبليتيود بيزيد ايش الفريكوانسي. and are the most recently identified brain waves، اخر شيء تم اكتشافها. They are associated with peak concentration. بكون عندك بكون الشخص مركز. The highest levels of cognition. في عندك ال. Example very bad exam. يعني أنت أجاك أسئلة بيوكم مش عارف تحلها، بتركز برضو بتعرفش تحلها، بس المهم بكون يطلع منك جاما waves. Or criminal. صراحة مش عارف هذا الهبت، بس إنه شكله بده حاجات تركيز عليه. المهم. البيتا ويفز، في عندك البيتا ويفز which have a high frequency برضو بس الفريكوانسي تبعها اقل من الجاما ويفز، low amplitude بس الامبليتيود تبعها اكبر من الجاما ويفز، and are prominent when you are fully awake focused on and alert. تمام. فالبيتا ويفز بتكون بالشخص الصاحي، المرأس انت صاحي وانت بتسمع بالريكورد، بتكون ايش معلك مركز وتكون مصحصح على حالك، فبكون بيطلع منك من الحاله الطبيعيه، تكون تمشي بالشارع بتركز وعندك تمشي بتكون مركز بالاشياء العامه مش بالاشياء بدها قوه تركيز كبيره، بيطلع منك ايش البيتا ويفز. تمام. ف this is the dominant waves during much of the day، يعني خلال اغلب اليوم بيكون عندك ايش البيتا ويفز. when you are focused on your surroundings actively thinking or engaged in conversation، بيكون بدك درجات تركيز وبروسيسنج بس بتكون اقل من حالات البيك كونسنتريشن. تمام. في عندك الالفا ويفز، الالفا ويفز طبعا الفريكوانسي تبعها برضو اقل من الالفا والجاما، والامبليتيود تبعها اكبر من الالفا والجاما. تمام. متى بتكون موجوده؟ قلنا البيتا بتكون موجوده في حالات الاكتيف ثينكينج سراوندينج، في حالات الفوكست، في حالات الفوكسينج بس، وفي حالات الاويك برضو البيتا بتكون موجود، الالفا البيتا بتكون موجود الفولي الاويك والفوكست والالتر. تمام. الالتر. تمام.
ففي عندك الألفا بتكون برضو في حالات إنك مرات تكون صاحي بس مش فولي أويك، ما بتكون في حالات الفوكس، بتكون في حالات النعسان أو في حالات اللايت ستيب اللايت سليب اللي هو أول ستيج من حالات السليبينج. طب when you are awake but relaxed بتكون calm and not processing much information، أو في حالات مرات بتكون إيش مالك عفوا هنا بتكون صاحي بس لسه يعني بتكون في حالة من الريلاكسيشن أما الثيتا هي اللي بتكون فيها في حالة من إنك تكون نعسان. هنا بتكون إيش مالك extreme relaxed drowsy يعني نعسان، وهنا بتكون في حالات اللايت سليب. في حالات اللايت سليب ما في ألفا، في ثيتا ويفز. تمام، ففي عندك الألفا ويفز متى؟ في حالات awake but relaxed calm and not processing much information. أكتر واحد بده processing much information جاما، بعدين بيتا، بعدين ألفا. وبهذول الثلاث إيش مالك بتكون صاحي بس بيختلف في درجات الريلاكسيشن. فهنا بتكون relaxed، هون برضو ما بتكون relaxed، هون بتكون relaxed أكتر من هذول الاثنين. هون بتكون مركز، هون بتكون مركز بس بدرجة أقل، هون ما بتكون مركز. تمام، في شوية تركيز. تمام، في عندك الثيتا waves. Theta waves which have slower frequency and greater amplitude يعني كلام مكرر than alpha waves. They are dominant when you are extremely بتكون إيش مالك بتكون relaxed بطلع عندك alpha، بس تكون extremely relaxed بطلع عندك الثيتا. Drowsy نعسان أو في حالات light sleep اللي هو أول stage من حالات السليبينج. تمام، في عندك delta waves. Delta waves which are the greatest amplitude and slowest frequency. ان اوكيور متى بتطلع الدلتا ويفز؟ في حالات الديب سليب والدريمليس سليب اللي هو اي ستيج من السليب اللي هو الستيج الرابع من السليبنج. في عندك سلو اي موفمنت اللي هو بتكون من اربع ستيجز. الستيج الاول بيكون فيه بيطلع منه ايش؟ بيطلع منه الثيتا ويفز. اما الستيج الرابع بيطلع منه ايش؟ الدلتا ويفز. اما في الرابيد اي موفمنت اللي اخذنا توقع في الريسبيراتوري بيكون يطلع منه ايش؟ الباتا البيتا. هسه بنشوف لك قدام كيف باتا ده. ففي عندك الالكتروكارديو ذا الكتروانسيفالو جرام هاز 3 ميجر يوزز. في عندك الابيليبسي الالكتروانسيفالو جرام في حالات الابيليبسي او في حالات الصرع. ايش هو الصرع؟ خلل في الدماغ بالاعصاب، تولد عندك اكشن بوتنشال وبتكون ايش مالها غير منظمه وهكذا، يكون عنده ايش سيريبرال ديس فانكشن. فبطلع في الابيليبسي موجات، وهي الموجات بتكون ايش مالها غير طبيعيه. في عندك البرين ديث قلنا فوق انه اي كان اي برين عايش تقدر تعمل له الكترونسيفالوجرام، سواء كان في كوما سواء كان سليبنج ما بتفرق، الا اذا كان العقل ميت ما بطلع منه ايش ويفز. اما في حالات السليب بدي اشوف هذا الزلمه في اي ستيج من السليبنج، في اللايت سليب او في الديب سليب، بطلع منه بطلع منه دلتا ولا بطلع منه بيتا ولا بطلع منه ثيتا. تمام، فهسه نحكي عن السليب. تمام، سليب از ان اكتيف بروسينج بروسيس. شو يعني اكتيف بروسيس؟ يعني الجسم تبعك مش لما يعني لو ما كان السليب اكتيف بروسيس لقلنا على الميت نايم يعني من الاخر. بس انه سليب اكتيف بروسيس يعني الجسم بيودي اشارات وببذل وبيسترك اي تي بي وبيسترك نيورون ترانسميتر وبيسترك اشياء كتير عشان يوصل لك اشارات عشان تخليك تنام. فعشان يكسب منها اكتيف بروسيسنج يعني مش انه بس جسمك يتعب بدك تنام او الدماغ يتعب بدك تنام، لا الدماغ بضله شغال حتى وانت نايم بس وحتى بنفس الدرجة ما بتقل درجة انه درجة تشغيل الدماغ عن لما تكون صاحي. حتى ممكن الدماغ وانت نايم يستهلك احيانا كمية اكسجين بكميات اكبر. تمام، consists of alternating periods of a slow wave with paradoxical sleep, rapid eye movement sleep. Sleeping period people are not consciously aware of the external world. طب أي شيء بديهي يعني، but they do have inward conscious experience such as dreams. بتكون أنت واعي بس بتكون إيش مالك مش واعي لبرا، واعي لجوا، بيكون في dreams وأنت بتتفرج عليهم. طبعا they can be aroused by external stimulus يعني such as an alarm going off. يعني أنت sleep تقدر تقطعه أو dreams تقدر تقطعهم عن طريق اي ستيمولس خارجي بيصحيك زي ايش؟ المنبه. sleep is an active process كلام مقارن not just the absence of wakefulness
يعني انك تكون نايب، مش انه بس ما تكون صاحي، انك تكون نايم، انه العقل تبعك بخليك انت نايم، مش انه يعني عشان هيك بسميها active process. The brain overall level of activity is not reduced during sleep. During certain stages of sleep, auto uptake by the brain is even increased above normal waking level. حكينا قبل شوي. ففي عندك types of sleep، أنواع sleep. في عندك paradoxical rapid eye movement sleep، وفي عندك slow wave sleep اللي هو dreamless sleep، أو مرات ممكن تحلم بس ما بتتذكر الحلم، وأغلبه بيكون إيش ماله nightmares في deep sleep، على deep sleep. There are two types of sleep characterized by different EEG pattern and different behaviors. Behavior، فممكن شو البيهيفيرز تبع السليب؟ ممكن واحد يتحرك في السليب، هذا بيكون ايش مال؟ بيكون في حاله السلو ويف سليب، يعني واحد ما بيتحرك، واحد ثابت، وبيكون في عنده اضطراب في ضربات القلب، اضطراب في الريسبيريشن، اضطراب في البلد بريشر، هذا بيكون في البارادوكسيكال سليب باي ديفرنت EEG pattern. سلو ويف سليب، في عندك الجيم سليب. سلو ويف سليب occurs in four stages: stage 1, 2, 3, 4. Each sling progressively slower في الـ EEG waves of higher amplitude. قلنا في حالة الـ light sleep بطلع عندك إيش؟ بطلع عندك الثيتا wave. أما في حالات الـ deep sleep بطلع عندك إيش؟ الدلتا waves. عشان هيك بصير في عندك slower EEG waves، لأنه إيش؟ الـ amplitude بتزيد والـ frequency إيش بصير فيه؟ بقل. Paradoxical sleep rapid eye movement sleep. EEG pattern during sleep. EEG pattern during sleep, slow wave sleep occurs in four stages. في عندك at the onset of sleep you move from the light speed of في عندك light sleep of stage 1 to the deep sleep of stage 4 of slow wave sleep. During period من 30 ل 45، يعني هسوى sleep عبارة عن cycle، بيجي عندك السلو ويف سليب، بعدين بيجي عندك البارادوكسيكال، والبارادوكسيكال بيجي دائما بعد السلو ويف سليب، وبيبدا النوم عندك في السلو ويف سليب. فبتبدا عندك سلو ويف سليب، بعدين بارادوكسيكال، بعدين سلو ويف، بعدين بارادوكسيكال، وتكون مده السلو ويف سليب من 30 الى 45 منت، والبارادوكسيكال قريب ممكن 10 دقائق الى ربع ساعه. Then you reserve through reverse through the same stages in the same amount of time. في عندك 15 ل 10 منت، هاي مدة البارادوكسيكال سليب. تمام، at the end of the at the end of each slow wave sleep cycle، يعني دائما بيجي بعد slow wave slow wave sleep cycle. تمام، the EEG pattern during this time the EEG pattern during this time becomes similar to that wide awake. تمام، بيقول لك انه الEEG pattern يعني الموجات اللي طالعة من واحد نايم في حالة ايش؟ في rapid eye movement، بتكون ايش؟ زي الموجات اللي تطلع من واحد wide awake alter individual. فهي ايش بيطلع منه؟ بيطلع منه البيتا ويفز. تمام، even though you are still asleep hence paradoxical sleep. تمام، في عندك البيهيفيرال باترن during sleep. تمام، in a slow wave sleep، وفي عندك البارادوكسيكال sleep. هسا نشوف الباترن تبع السليب. in a slow wave sleep still has considerable muscle tone. هون بيكون عندك muscle tone، الشخص ايش ماله؟ بيكون بتقلب في هاي المرحله، shifts body position، بتحرك. اما هون بيكون عندك inhibition في muscle tone، completely relaxed، الشخص ما بتحرك فيه، ما بتقلب يمين يسار. في عندك respiratory rate، heart rate والblood pressure ايش ماله؟ بيكون regular. هون ما بيكون regular. paradoxical sleep is characterized by rapid eye movement. Hence the alternative name Tata. When a sleeper can be easily awakened and rarely dreams. قلنا هون بيكون أغلبه تمام. The behavioral pattern during sleep. فنشوف السلوكيات اللي بعطيها كل واحد بس يكون نايم في the slow wave sleep أو في the paradoxical sleep. في the slow wave sleep بيكون ايش ماله؟ المسل تون، قلنا ايش ماله؟ بيكون عندك مسل تون، والدليل على ذلك انه الشخص ايش ماله؟ بيكون يتحرك، بيكون يتقلب، بيكون يعمل شيفتنج للبوزيشن، بيروح يمين، بيروح يسار، وهكذا. فبيكون عندك still has a considerable muscle tone and often shifts body position. وإشي تاني، الـ respiratory rate، الـ heart rate، الـ blood pressure بيكون في الـ slow wave sleep إيش ماله؟ ضمن الـ normal range، بيكون إيش ماله؟ طبيعي، بس بيكون إيش ماله؟ irregular في حالة الـ paradoxical sleep. تمام،
والستيمولس، نوع الستيمولس، شدة أو قوة أو شدة الستيمولس اللي بدك تعطيها لواحد في السلو ويف سليب بتكون إيش مالها أقل، لأنه إيش ممكن يصحى بسرعة. أما في حالة إذا كان بارادوكسيكال سليب بيكون نوم إيش عنده عميق كتير وبيكون بيحلم، فبدك ستيمولس إيش ماله أقوى. The mental activities associated with slow is less visual than a dream. تم. ففي عندك إيش اسمه ال visual cortex، بتكون إيش ماله في الأوكسيبيتال كورتكس. هاي إيش ما مسؤولة؟ هاي مسؤولة عن إنها تحس لي مسؤولة بشكل رئيسي عن إنك الرؤية وإنك تشوف الأشياء. تم. بما إنه هنا ما بيكون في عندك dreaming، فهي إيش ماله بتكون مش شغالة كتير، فالأكتيفيتي بعدها بتكون إيش مالها reduced، إلا في حالات ال nightmares في الستيج 3 والستيج 4 من slow wave sleep بيكون إيش ماله بيكون في activity إلها أكتر. تمام. ففي عندك البارادوكسيكال sleep تقريبا عكس slow wave sleep، بيكون عندك inhibition في muscle tone، إلا العضلات بتكون موجودة تبعت العين. العين بتكون تتحرك، بيقولوا ان العين تتحرك زي كانك تتفرج على الدريم. فبما بيكون عندك ماسل تون بيكون عندك انهيبيشن، بيكون عندك ريلاكسيشن في الماسل تون، الا في عضلات العين اكسبت ان اي ماسل. في عندك البارادوكسيكال سليب از كاركترايزد باي رابيد اي موفمنت، هينس دي الترناتيف نيم رابيد اي موفمنت سليب. از كاركتر بقول لك هون بارادوكسيكال سليب هو نفسه الرابيد، از كاركترايزد باي رابيد اي موفمنت، الصفه اللي بتميز البارادوكسيكال سليب حركه العين السريعه. تمام، عشان هيك سميناه رابيد اي موفمنت سليب. الهارت ريت، الريسبيراتوري ريت، والبلد بريشر بيكون ريجولار و فلكتويت، يعني نفس معنى الريجولار يعني بتكون تطلع وتنزل. تمام. في عندك الدريمينج، بيكون في البارادوكسيكال سليب بيكون عندك الدريمينج. Recent evidence indicates that at least part of the rapid eye movement is related، يعني حركة العين السريعة لها دخل في مشاهدة الحلم، watching the dream watching the dream. Although traditionally scientists thought that the eye movement were caused by automatic rhythmic pattern of discharge not influenced by dream content، يعني سوالف ما لهاش دخل بالعضلة مش مهم اسحبها يعني. في عندك brain imaging of volunteers during rapid eye movement sleep shows heightened activity in the higher level visual. هنا الفيجوال كورتكس بتكون ايش مالها الاكتيفيتي تبعتها بتزيد. ليش؟ لانك بدك تستخدم عينك زي بتكون ايش مالها بتتفرج على الحلم. تمام. البروسينج اريا واللمبيك سيستم برضه بيزيد. ليش؟ لانه الحلم نفسه بيكون فيه مشاعر، بتكون خايف، بتكون سعيد، بتكون حزين، فاللمبيك سيستم له دخل برضه بالبيهيفير، له دخل في الايموشنز برضه. coupled with reduced activity in the prefrontal cortex. prefrontal cortex إلها دخل بالplanning والdecision making وأشياء غيرها، هذول كلهم بتعطلوا خلال السليب. تمام. as a result dreams are often charged with intense emotions، بيكون فيها كمية emotions كبيرة، عشان هيك لازم يكون عندك بيكون الlimbic system إيش ماله الactivity بتاعته مرتفعة. A distorted sense of time and further content that uncle accept as real hard with friction towards shining صعب عليه، بس هون بدك تعرف انه بيكون في عندك intense emotions كويسة. هذا جدول مكرر فوق 80% 20% هاي النسب احفظوها. طيب بالنسبة للسليب ويك سايكل is controlled عن طريق ال interaction among the three neural system. في عندك neural system بتحكم لي في ان الواحد يكون نايم او صاحي. في عندك arousal system، في عندك slow wave sleep، وفي عندك paradoxical sleep. من اسمه arousal system بيخليك صاحي، أخذت إشي من قبل اسمه reticular activation system، هذا هو اللي بيخليك تعمل direct attention، تركز على إشي بيخليك في حالة الarousal، وموجود أخذنا برضو في brain stem، وبيكون في عندك neurons ناسلين من hypothalamus عليه، بعطول أوامر إنه اشتغل واعمل وظيفة أكثر. في عندك slow wave sleep center، وفي عندك paradoxical sleep center، هذول السنترين واحد كل واحد بيعمل لي switching off على حسب اسمه. في عندك slow wave sleep center بيعمل لك switching off على إيش؟ على slow wave sleep. وين بيكون موجود هذا؟ بيكون موجود center في hypothalamus that contains sleep on neurons. الاثنين فيهم sleep on neurons بس تختلف وظيفة النيورونز، واحد بيعمل switching ل slow wave sleep وواحد بيعمل switching للparadoxical sleep. تمام. بس الparadoxical sleep center بيكون موجود في brain stem، slow wave بيكون موجود في hypothalamus وفيهم نفس النيورونز. houses هذا بيعمل لك ايش؟ rapid eye movement، house rapid eye movement sleep. تمام. houses rapid eye movement sleep on neurons. تمام. which switches to paradoxical sleep.
وانا بقول لك انه العلماء ما اكتشفوش كيف الانسان يعني بيعمل سويتشنج اوف وبينام وهكذا، فاسحبوا عليها ويعطيكم العافية.